بعد ساعات على حادثة فندق دوراي الإرهابية والتي ثبت أن الإرهابيين فيها سعوديان، مداهمات وتوقيفات عدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية في أماكن متفرقة في بيروت، ومنها فندق رمادا المجاور لفندق دوراي، وأوقفت عددا من الأشخاص مشتبه بهم، موجهة بذلك ضربات استباقية ضد التكفيريين الذين تسببوا برحيل عدد من النزلاء في الفنادق المحيطة. وكذلك حصلت زحمة سير خانقة تسببت بها الإجراءات الأمنية مشددة في بيروت وضواحيها. أجهزة الأمن اللبنانية نشطة في هذا المجال، والإرهاب أيضا أمام هذا الواقع خاصة بعد تمدده في العراق أيضا زاد نشاطه، فهو يضرب في كل مكان، ولبنان جزء من دولته المزعومة. الآن الإرهاب بدأ يأتينا خليجيين من دول شبه الجزيرة العربية باسم الأصياف، السياحة والأصياف، ولبنان يعول على السياحة والأصياف كثيرا لدعم اقتصاده. فالمرجح أو المطلوب هي أن يحصل الخليجي على فيزا قبل قدومه إلى لبنان، لأن كان يدخل إلى لبنان دون تأشيرة الدخول. الأوضاع الأمنية اليوم والتي يصفها المراقبون بالخطيرة كانت مدار بحث الحكومة اللبنانية التي أكد رئيسها التصميم على كل ما يعزز المواجهة مع الإجرام، واعتبر أن التأشيرات لا تؤثر على الإرهابيين وأن اللبنانيين بحاجة للمحبين من الخليج كما قال. يعني الوضع كتير سيء، وإذا ما نضل هيك يعني خرب موسم السياحة عنا، وهو أصلا بعده ما بلش عنا، ومشكلة كبيرة إذا بدنا نضل هيك، يعني يوم رواء يوم انفجار ما بعرف. إسلام بريء من هالشغلات، وإذا السعودية عم تصدرهم أكيد رح يرجعوا لها ويشوفوا شيء أكتر من عم يشوفوه عنا. الأمن العام اللي عم تقدمه عم بقدموا حياتهم، يعطيهم ألف عافية. هالإرهاب اللي عم يعطونا إياه خليه عنده السعودية. هناك محاولات من السعودية وغيرها إلى تفجير الوضع في المنطقة، إن كان في العراق أو إن كان في سوريا أو في لبنان مؤخرا، ليكون هناك مبرر أو أن يكون هناك تعطيل لأي حل سياسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي، حول لاستبعاد أي احتمال لحل سياسي في سوريا، من أجل لذلك يسعون إلى توتير الوضع، وأن لا يكون هناك أي انتخاب أو أي حل في لبنان من دون إرادتهم وتدخلهم. وبحسب المطلعين فإن المطلوب اليوم أن يتضامن اللبنانيون فيما بينهم وعلى كافة المستويات السياسية الأمنية والشعبية من أجل مكافحة آفة الإرهاب، الذي على الدول التي تدعمه أن توقفه قبل أن ينقلب ضدها، يقول المطلعون. من بيروت سنة علوية، التلفزيون العربي السوري.